السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا اليوم هي وصفة البقولة، وبطريقتي كتجي لذيذة ومميزة جدا. هي صحية وغنية بالفيتامينات. غادي نحتاجوا من باقي حتى لجوج ديال البقولة اللي كيكونوا الورق ديالها خضر، ما كيكونوش متقبين وما كيكونش اللون ديالهم اسود. الان هي متوفرة بكثرة، نستغلوا هذه الوقيتة هذه ونتناولوها باش نستافدوا من المنافع ديالها. كناخذوها كنديروها في واحد الاناء اللي كيكون كبير، وكنغسلوها بالماء عدة مرات، من بعد كنحطوها في شي شبكة كتسقطر. الان كنبداو نقطعوها بحال التقطاع ديال الربيع. كنبداو من السيقان، وحنا غاديين حتى كنوصلوا للاوراق ديالها. كنديروا برما فيها الماء كيسخن، كنديروا فيها واحد الطرف ديال الحامض اللي قطعناها، كنديروها في الكسكاس حتى كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا البقوله ديالنا كامله. الان قبل ما نديروها تبخر، كناخذوا واحد الراس ديال الثوم اللي كيكون متوسط، وكنقشروا كنديروه فوق الاوراق ديال البقوله. وكناخذوا بصله واحده تكون متوسطه، كنقسموها على جوج. كنديروا الكل في الوسط، وكنحطوا الكسكاس ديالهم فوق البرمه كيتبخر. كنغطيو من الفوق، كنخليوها كتبخر مزيان حتى كطيب وكتولي فتيه. ملي باش نعرفوا انها طابت، كناخذوا واحد شويه ما بين صباعنا كنضغطوا عليه بسرعه كيذوب معنا، صافي كنعرفوا انها طابت. دابا غادي نحتاجو في المقادير ديال الشرموله: عندنا معلقه صغيره ديال الحامض المصري مقطع رقيق جدا، جوج معالق كبار من قزبور ومعدنوس مقطع رقيق، نص كاس من زيت الزيتون، ربع ملعقه صغيره من الهريسه او الشطه، زيتون احمر، قطعه من الليمون الحامض مخلل للتزيين. التوابل عندنا نص ملعقه صغيره من الزنجبيل سكينجبير، نص ملعقه صغيره من الكركم الخرقوم البلدي، معلقه صغيره من الكمون، نص ملعقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الابزار الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من التحميره البابريكا والفلفل الاحمر الحلو. الان هنا بعد ما طابت كنحيدوها، وكان باش نختبروا انها طابت مزيان تناخذوا شويه تنبركوا عليه بالاصبع ديالنا، صافي تنحسوا بانها طابت مزيان ولا تفتيه. الان كنجيبوا مقلاه كنوضعوا فيها البقوله ديالنا، كنضيفوا عليها نص كاس من زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون مهم جدا انكم توضعوا واحد الكميه مهمه. الان كنضيفوا جميع التوابل اللي ذكرنا من قبل، غادي نوضعوا الهريسه حسب الذوق، وغادي نوضعوا الكل فوق النار مع التحريك المستمر لمده 4 دقائق حتى كتشرب هذوك التوابل مزيان. صافي تنقدموها في طبق ديال التقديم، كتجي رائعه جدا، لذيذه بزاف وصحيه. كتقدم دافيه او سخونه. بالف صحه وعافيه. ما تنساوش جيم الفيديو الى عجبكم، تشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. شاركوا الوصفه مع الاصحاب والاقارب باش تعم الفائده. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.